حلوة أوي الشاي السنوي ده. ودي عينك ما تغفل عن عساف لحظة. الست دي باين عليها مجنون. مش عايزك تشغل بالك بحد. اخرجوا وهملونا لوحدنا. كيف نأمن له عليه يا عمده وانت معاه؟ قلت اخرجوا بره. فك التلتيمة يا عائشة. ليه؟ ليه يا عائشة؟ بنتي اللي حتى مني هي عدوتي. كيف؟ قولي انك مش هو. قولي انك بتداري على حد تاني. قولي اي حاجة. قولي يا عائشة انا هصدقك يا بنت. يا ريتني كنت بداري ولا بكذب. ما كنتش خايفة في حياتي غير من اليوم ده. لو قلتلك إني مش هو هتفضلي تدوري عليه، وانتي من مصلحتك إن المتلتم يكون موجود عشان تفضلي مشايلاه بلاويكي. تقومي تعاديني يا عائشة؟ تعاديني؟ كيف؟ كيف قدرت يا بنت بطني؟ كيف؟ ما سبتليش حل تاني يما. ما كانش ينفع أشوف كل الظلم اللي الناس عايشة فيه ده واسكت. ما كنتش بنام من دعوتهم عليكي وشكوتهم لربنا. ونشتكوا كل الناس يا عائشة، بس انتي لا. مش انتي اللي تعملي كده. انتي حتة من روحي يا عائشة. تاني ما كنتش بعرف انام يا بنت. قعد افكر طول الليل مين اللي عمال يرزع السكاكين دي في داري. تطلع انتي كوابيس كل يوم. اقول حينط من اي حته يقتلني يخنقني يذبحني، بس كنت اقول لنفسي لا، انتي مش لوحدك يا زين، بنتك عايشه معاكي حداكي، ما هتخليش حد ابدا يجربني. لكن ايه؟ كيف يا عائشة؟ أنا كنت بتحمى يا بنت من الشر منك يا بنت. بتحمى بيكي. وما أطلع ايه؟ أطلع في الآخر عبيطة؟ كنت بتحمى بيكي منك؟ كيف؟ متلتم مش شراني يما. الشر أنتِ اللي عملتيه يوم ما فرقتي بيني وبين ولدي. كنت طيبة وفي حالي لحد ما صحيتي جوايا المتلتم. مش انت اللي قلتيلي الاسد ما تربهوش غزاله؟ اهربي يا بنت، اهربي بسرعه. سيف بيه بعتني عشان ادفع لك فلوس التأمين والنقل زي ما وعدك. كتر خيره. اصيل سيف بيه ده. بس يا موسى انا مش عايزك تتعود على كده. سيف بيه بيعمل كده عشان يراضيك. يراضيني؟ ليه لا سمح الله؟ بشحت منه ولا ايه؟ مش ده ثمن الشغل لبناتنا؟ حق ده ولا مش حق يا امير؟ حقك يا موسى، حقك. ابعت لحد من رجالتك يجيب لي ميكانيكي، عايز اصلح عربيتي عشان اتكل على الله. اعتبرها اتصلحت، نورت الدار. متشكرين. ترجمة
عارفه انك ما بتامنش لحد، بس لما بتامنش للناس جرات يبقى سيف ده ما تعملوش 24. ليه بتقولي كده؟ قلبك دلك على حاجه ولا ايه؟ عقلي هو اللي دلني. القلب بيضل مش بيدل. ايوه بس سيف محتاجني. بس انت ما بقيتش محتاج له. الطريق وخلاص. اديك بعت الرجاله تامنهوله والضرب جه دارك. تقصد ايه؟ اقصد تفكر في نفسك وتفكر في اللي يصرف على رجالتك ويضمن وجودهم تحت طوعك على طول بعيد عن سيف. مش حاتة، ما شفتش حازم؟ شفته، طلع الأوضة القديمة. ياسمين اتصلت كتير قوي من ندى وسلمى، واضح إن في حاجة. وفي إيه؟ فين حازم؟ مروان! عيون مروان! مروان لو سمحت عشان خاطري. الكلام ده ما نتكلمش فيه هنا، نتكلم فيه في بيتنا مش قدام الناس. مالك! خلي مدام تسبقني. مروان كفايه! يا مروان كفايه مشاكل! تعال نصار.